كنت أصلي ولا أصوم علما بأنني لم أكن أحافظ على صلاة الفجر، فهل يجب علي القضاء أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه يجب على المسلم أن يحافظ على أمور دينه عموما وعلى أركان الإسلام خصوصا، وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة، فإن الصلاة عمود الإسلام، فلا إسلام لمن لا يصلي، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. وما جاء في هذا السؤال من أنها كانت لا تصوم ولكنها كانت تصلي وتتساهل بصلاة الفجر، إن كان المقصود أنها تؤدي صلاة الفجر ولكنها تتكاسل عنها وتخرجها عن وقتها، فإنها يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بأن تقضي الأشهر أو الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكينا، مع القضاء عن التأخير الذي حصل منها، وتسأل الله أن يتوب عليها وأن يتقبل منها، ومن تاب تاب الله عليه مع أداء الواجب الذي أوجبه الله عليه. أما إذا كانت لا تصلي الفجر نهائيا، فإن ترك صلاة واحدة كترك كل الصلوات، وتارك الصلاة متعمدا يعتبر كافرا خارجا من الدين ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح من قولي العلماء. في هذه الحالة ليس أمامها إلا التوبة الصحيحة والمحافظة على دينها، ولا يلزمها قضاء ما فات، لأنها لم تكن تصلي الفجر، كانت تتركها متعمدة ولم تكن حين ذاك على الإسلام، ولكن بعدما تابت إلى الله دخلت في الإسلام من جديد، عليها أن تحافظ على دينها وعلى صيامها وعلى أمور دينها من جديد، ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.